لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العلم أيها الأحبة فضله عظيم وشرفه كبير، وحسبك أن العلم هو السبيل والوسيلة التي توصلك إلى معرفة ربك تبارك وتعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب فيض الوهاب لتيسير أصول الفقه في سؤال وجواب، ولازلنا مع باب الإجماع، لازلنا مع الإجماع، وكنا قد وصلنا انتهينا من الكلام عن شروط الإجماع، ووصلنا إلى الكلام عن مسألة انقراض اشتراط، يعني هل يشترط في صحة الإجماع أن ينقرض عصر المجمعين بموتهم؟ هذه مسألة مهمة يعني، وهي هل يشترط في صحة الإجماع كي يكون الإجماع صحيحا، هل يشترط في ذلك أن ينقرض عصر المجمعين الذين أجمعوا على هذا، المجتهدين الذين أجمعوا على هذا الإجماع، أو هل يشترط هذا يعني ينقرض عصرهم ويموتوا حتى يكون الإجماع صحيحا؟ انتبه معي، ماشي، هل يشترط هذا أم أن هذا ليس شرطا؟ تعالوا نرى كلام أهل العلم في ذلك. الجواب، ذهب الجمهور، جمهور أهل العلم، إلى أن انقراض، أو جمهور الأصوليين، إلى أن انقراض العصر ليس شرطا في صحة الإجماع، يعني لا يشترط أن يموت المجمعون جميعا حتى يكون هذا الإجماع صحيحا ومستقرا، لا. لماذا؟ لأن المعتبر هو إجماع مجتهد العصر، تبهما العصر الواحد، فمتى ما أجمعوا على هذا الأمر واتفق قولهم ولو في لحظة واحدة انعقد الايه؟ انعقد الاجماع. انعقد الاجماع وصار اجماعا لازما بمجرد ان اتفقت كلمتهم عليه ولو للحظه. تبه معي، فلا يشترط ان يمضي على هذا الاتفاق زمن معين او وقت معين، او ان ينقرض عصر الايه؟ المجمعين. ينقرض عصر يعني ايه؟ يعني يموتوا جميعا، يبقى عصر قد ايه؟ قد انقرض وانتهى. ادي معنى كلام الايه الاصوليين في مساله ايه؟ انقراض العصر، عصر المجمعين. فلا، غير لا يشترط هذا، هم بمجرد ان يجتمعوا ويدلي كل منهم بقوله، ده في اجماع القولي طبعا، مع سكوت احنا اتكلمنا فيه وفي خلاف اهل العلم في حجيته، لكن بنتكلم اهو الاجماع اذا يعني انعقد باتفاق قول المجمعين عليه وهم اهل الاجتهاد والعلم ولو للحظة واحدة، فقد مضى هذا الإجماع وانعقد وصار لازما. فلا يشترط بقى لانقراض العصر، لا يوجد دليل على هذا، ولا يشترط أن يمضي زمن معين على هذا الإجماع، لا يشترط كل هذا. انتبه معي، متى ما اتفقت كلمتهم واستقرت آراؤهم على ذلك، يعني على هذا الأمر الذي أجمعوا عليه، حصل بذلك الإجماع، حصل بذلك الإجماع والعقد. أما اشتراط بقى انقراض العصر فإنه يؤدي إلى تعذر وقوع الإجماع. ليه؟ لتلاحق المجتهدين. طب أنت هتشترط انقراض العصر، مش هيموتوا في لحظة واحدة هؤلاء المجمعون، كل واحد منهم هيموت بعد ذا بفترة كما جرت سنة الله تبارك وتعالى. طيب بفترة يكون ظهر واحد مجتهد آخر معهم في هذا العصر، فيبقى يلزم إن إيه؟ إنه يدخل فيه، هو مجتهد في كل عصر معهم في الإجماع، يبقى مش هنعقد إجماع. خدت بالك؟ لأن المجتهدون يتتابعون ويتوالون، يبقى هذا أقبلك، يكون واحد بلغ رتبة الاجتهاد من أهل الاجتهاد، طيب يكون دخل معهم في زمرة المجتهدين في هذا العصر، طيب ويجي الثاني يكون، وهكذا. يبقى في الحالة دي لن ينعقد إجماع،
يبقى احنا بالك هذا الايه لا يشترط ايه الايه انقراض العصر في انعقاد الاجماع. اجماع فاذا حصل التاكد من وقوع الاتفاق والعلم بموافقه جميع المجتهدين ولو في لحظه واحده فلا يلتفت بعد حصول الاجماع الى مخالفه مخالف من اهل الاجماع. يعني ايه مخالفه مخالف؟ ايه معنى الكلام ده؟ ان هم اذا اجمعوا واتفقوا ثم وقع هذا الاجماع وانعقد باتفاقهم بعد ذلك بقى لو خالف واحد من هؤلاء هيبقى مخالف للاجماع. مخالف ليه؟ للاجماع. مع انه يقول انا رجعت، لا طبعا مش حاسس ما رجعت على الراي، لان متى ما اتفق المجتهدون انعقد الاجماع، واذا انعقد الاجماع صار حجه، صار حجه على على على, على الذين اجمعوا هؤلاء وعلى غيرهم، صار حجه على الايه؟ لان لحظه الاتفاق ديت هي المقصود بانعقاد الاجماع، وهي المقصود بان الامه اذا اجمعت على امر فهي معصومه بمجموعها خلاص، وصار لازما، وصار هذا الاجماع حجه. حجه ايه؟ لازمه، زي ما احنا بينا في ادله ايه؟ حجيه الاجماع. واضح؟ طيب، اما في حاله لو خالف حتى احدهم بعد انعقاد الاجماع فلا يعتد بايه؟ بخلاف هذا، ويظل ايه؟ هذا الاجماع حجه تلزمه وتلزم غيره، تلزمه وتلزم ايه؟ غيره. اما في حاله نقل الاتفاق دون التاكد من موافقه جميع المجتهدين او من غير علم باستقرار مذاهبهم، ماشي؟ مذاهبهم، يبقى انقرض العصر او لم ينقرض هيبقى الاجماع المنقول ده والحاله كذلك لا يكون ايه؟ صحيحا. يعني لو واحد نقل اجماع ولكن هذا النقل لم يتحقق فيه من قول ايه؟ المجمعين، ولم يتثبت، يعني ما عندناش نقل محقق ونقل موثق ان ايه؟ ان فعلا جميعهم قد اجمعوا، كده برضه هيظل يبقى ده اجماع ايه؟ مش هيبقى الاجماع ده صحيحا. لان عشان يبقى الاجماع صحيح ولا سيما الاجماع القولي اللي هو الكلام باتفاق على حجيته، واضح؟ مع الاجماع الصريح فلا بد فيه من التحقق والتاكد من اتفاق قول جميع المجتهدين، وانه لم لان لو خالف واحد خلاص اذا ليس اجماعا. واخد بالك؟ واحد من مين؟ من اهل الاجماع. من هم اهل الاجماع؟ ها؟ المجتهدون. المجتهدون، واضح؟ يبقى انا عندي اهو، يبقى لو ما فيش تحقق او تاكد ولا تثبت في نقل قول الاهل الاجماع هيبقى كده كده الاجماع ده ايه؟ لان انت بتنقل كلام غير ايه؟ غير موثق. خدت بالك؟ طيب، يبقى سواء انقرض بقى العصر او لم ينقرض في الحاله ديت ما هنقدرش نقول ده اجماع صحيح. ليه؟ لان هذا الاجماع لم نتاكد من صحته، ماشي؟ ويمكن ان يقال في مثل هذه الحاله، ماشي؟ يعني هنحتاج في الاقبالك الى مساله الى التثبت فيه، فمش هنقدر في مثل هذه الحاله ان احنا نقول ايه؟ ان ده اجماع منقول بنقل ايه؟ ثابت. انما احنا بنتكلم هنا على ايه؟ ها؟ على الاجماع الثابت والمنقول نقلا ايه؟ موثقا. متى ما حدث ولو للحظه واحده ووثق هذا ونقل هذا بهذه الصوره صار هذا الاجماع حجه، ولا يشترط فيه ان ينقرض عصر المجمعين سواء خالف احدهم بعد ذلك ام لم يخالف، لن يعتد بهذا الخلاف، لن يعتد بهذا الايه؟ لان الاجماع انعقد وانتهى. لذلك يقول ابن قدامه رحمه الله: لو اتفقت كلمه الامه، في كتابه معروضه الناظر، يقول ابن قدامه: لو اتفقت كلمه الامه ولو في لحظه واحده انعقد الاجماع. انعقد الايه؟ الاجماع، وهو قول الجمهور. ويقول: ادله ذلك اربعه. يعني في اربع ادله على ايه؟ على حجيه، على صحه قول الجمهور ده اللي هو عدم اشتراط ايه؟ ايه قول الجمهور؟ اللي هو عدم اشتراط الايه؟ ها؟ انقراض العصر. يقول: احدها ان دليل الاجماع الايه والخبر، ماشي؟ وذلك لا يوجب ايه؟ لا يوجب اعتبار العصر. يعني لم يرد دليل من في الاخبارك من الادله يشترط انقراض العصر او عدم انقراض العصر، انما اللي ورد بس فقط ان ورد ادله بحجيه الاجماع متى ايه؟ متى منعقد. يبقى متى منعقد صار حجه. يبقى اللي يقول ان انقراض العصر شرط في صحه الاجماع نقول له هات ايه؟ نقول له ايه؟ نقول له هات دليل، مفيش دليل معك. يبقى ماشي. طيب. طيب، الثاني ان حقيقه الاجماع الاتفاق، وقد وجد. حقيقه الاجماع ايه؟ الاتفاق. مش عارف بيقولوا اتفاق مجتهد كل عصر على امر مقبلك بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما خلاص الاتفاق وجد. العبره بالاتفاق، المعتبر
الحجة في الاتفاق وليست في موتهم أو عدم إيه؟ موتهم. الحجة في اتفاق المجتهدين وقد اتفقوا وقد إيه؟ وقع أمر بين. الثالث أن التابعين كانوا يحتجون بالإجماع في زمن أواخر الصحابة كأنس وغيره، ولو اشترط انقراض العصر لم يجوز إيه؟ لم يجوز ذلك. كانوا بيحتجوا بالإجماع بإجماع الصحابة. لك الصحابة ده أجمع عليه الصحابة، طب ولسه في بعض الصحابة حي وكانوا بيحتجوا بهذا. يعني الكلام ده معناه إيه؟ كانوا ينتظروا بقى لحد ما يموت آخر صحابة عشان يحتجوا بإجماع الإيه؟ الصحابة لو كان انقراض العصر إيه؟ شرطًا. يبقى كان يلزمهم أن ينتظروا حتى ينقرض الصحابة رضوان الله عليهم جميعًا، وساعتها يبدأ يقولوا إيه؟ يحتجوا بهذا الإيه؟ لكن ده بيحتجوا في بعض الصحابة حي كسيدنا أنس، فيدل على أنهم لا يشترطون انقراض الإيه؟ انقراض العصر. الرابع أن هذا يؤدي إلى تعذر الإجماع. ليه؟ زي ما قلنا إن المجتهدين بإيه؟ بيتتابعون، وخد بالك هيظهر مجتهد جديد، يبقى كده مشان إيه؟ يبقى كده لن نصل إلى إجماع، هيتعذر وقوعه، هيتعذر وقوعه. طيب ما هو مستند الإجماع؟ ما هو مستند الإجماع؟ الجواب اتفق جمهور. يعني ايه مستند؟ احنا بنقول ان الاجماع يا جماعه يعني لابد ان يكون له مستند، هو دليل على ان وجود ايه؟ على ان في نص، هو بيرشدنا الى ان في نص، في نص لم يصلنا، والاجماع صار ايه؟ ها؟ صار دليلا على هذا الايه؟ على هذا النص. ادي معنى كلمه مستند. فايه بقى مستند الاجماع؟ المستند الاجماع لابد ان يكون نصا من كتاب او سنه، ولا ينفع شيء غير ذلك؟ تعالوا نشوف كلام أهل العلم وتفصيل الأصوليين فيها. الجواب اتفق جمهور أهل العلم على أنه لابد لكل إجماع من مستند شرعي يستند إليه، وذلك لأن الأمة لا يكون إجماعه عن هوى أو دون دليل، لأنها معصومة عن الخطأ بمجموعها. قلنا الأمة بمجموعها معصومة عن إيه؟ بمجموع الأمة. والقول على الله بدون إيه؟ دليل خطأ. بدون دليل ايه؟ لما يقول عم يتفق على امر بدون دليل يبقى خطا. طيب والامه معصومه بمجموعها على الايه؟ على الخطا. يا بناء عليه خدت لابد للاجماع من مستند. بيقول بقى هذا المستند اما ان يكون نصا من الكتاب ها او السنه، واما ان يكون ايه؟ اجتهادا او قياسا. اجتهادا او ايه؟ او قياسا. اما النص من الكتاب والسنه فهو محل اتفاق. يبقى يعني العلماء متفقون على ان مستند الاجماع نص من الكتاب او الايه؟ فدي ما فيش فيها خلاف. اما الخلاف وقع فين؟ في كون هذا المستند مستند الاجماع اجتهادا او ايه؟ او قياسا. اجتهادا او ايه؟ او دي بقى وقع خلاف. تعال نشوف. يقول ايه؟ فقد اجازه، أما الاجتهاد والقياس فقد أجازوا جمهورهم بما فيهم الأئمة الأربعة. يعني جمهور العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة يجيزون أن يكون مستند الإجماع إيه؟ ها؟ اجتهادا أو قياسا. اجتهادا أو إيه؟ يعني مسألة يجتهد فيها، يعني عالم يجتهد اجتهادا يطرحه الإيه؟ بقية العلماء يوافقونه إيه؟ على هذا الإيه؟ على هذا الاجتهاد. خدت بالك؟ أو قياس من الأقياس، هذا بيجي القياس بالتفصيل اهو بعد الإجماع إن شاء الله. فيجتمعون على هذا الإيه؟ يجمعون على هذا الإيه؟ على هذا الحكم الذي مستنده أو إيه؟ دليل القياس. طيب، قال ابن قدامة: يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد ماشي وقياس ماشي، ويكون حجة، ويكون إيه؟ حجة ماشي، عن اجتهاد وإيه؟ وقياس ويكون حجة. طيب، وقال مبد الدين عبد السلام ابن تيمية. مين مبد الدين ابن تيمية؟ جد شيخ الإسلام ابن تيمية، جده، جد شيخ الإسلام مين؟ ابن تيمية رحمه الله، اللي هو صاحب كتاب منتقى الإيه؟ منتقى الأخبار، اللي هو شرح الشوكاني في نيل الأوتار. أيوه، في نيل الأوتار، خدت بالك؟ وصاحب كتاب المحرر في الفقه الحنبلي، لأنه هو من أكابر أئمة مذهب الإمام أحمد. مجد ابن تيمية اللي هو جد شيخ الإسلام من أكابر الإيه؟ مذهب الإمام أحمد، بل هو أحد الشيخين في مذهب الإمام أحمد. يعني لما يقال كده الشيخان في مذهب أحمد يقصد بهما المجد بن تيمية والموفق بن قدامة. انتبه معي، الشيخان في المذهب مجد بن تيمية وإيه؟ والموفق بن قدامة، وإذا اختلف يقدم قول الموفق بن قدامة.
شيخ المذهب على الإطلاق رحمه الله رحمة الله. الكلام ده مهم ان احنا نتعرف عليه، وان شاء الله نبقى نعمل لكم محاضرة او محاضرتين في اصول مذهب الامام احمد والالفاظ والروايات والاوجه واشهر الائمة المذهب، لان ده مدخل انت تدرس المذهب تعرف مدخله عشان تبقى عارف انت ايه العبارات والمصطلحات بتاع هذا المذهب ايه بالظبط، اصول المذهب ده ايه. خدت بالك؟ دي مسألة مهمة. فان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى يعني نعقد لكم محاضرتين كده نلخص لكم فيهما ايه كمدخل لدراسة المذهب الامام ايه الامام احمد رحمه الله. وكتاب نيل الاوطار انا بقوم بتهذيب كده ليه ولا والان، مش هننتظر لما ينتهي باذن الله ندرسه في دوره مجمع انعقاده باذن الله عز وجل، ونبدا فيها بس بنظام معين يعني ان شاء الله بما لا يتعارض مع ما نحن فيه الان، بعنوان الفقه في الوحيين. فقه في الوحيين ايات الاحكام، ايات الاحكام واحاديث الاحكام. فيبقى احاديث الاحكام تهذيب نيل الاوطار باذن الله عز وجل، وايات الاحكام من تفسير القرطبي مع بعض الكتب الاخرى في الاحكام احكام الايات، حتى نتعرف نتفقه في الوحيين في الادله نفسها. دي مساله الناس في غفله عن دراساتها. الفقه في الوحيين امر في غايه الاهميه. فان شاء الله باذن الله نحن بصدد الاعداد لهذه الدوره، ونسال الله تبارك وتعالى ان يعيننا على البدء فيها واتمامها ان شاء الله عز وجل. فمجد ابن تيميه هذا اللي هو شيخ اللي هو جد ابن تيميه اللي هو شيخ جد الامام احمد بن عبد السلام ابن تيميه، وكان احد شيخي المذهب وامام كبير جدا، كان يقول عنه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: كان الله الان لجدنا الفقه كما الان لداود الحديد. كان الله الان لجدنا الفقه كما الان لداود الحديد عليه رحمه الله. طيب ويقول يقول باب مجد ابن تيميه: يجوز ان ينعقد الاجماع عن اجتهاد. عن ايه؟ عن اجتهاد. طيب ويقول اخبرك: اذا انعقد الاجماع عن اجتهاد، انعقد الاجماع عن اجتهاد لم تجز مخالفته. لم تجز ايه؟ مخالفته. طيب بيقول الكلام ده فين؟ في حاجه اسمها المسوده في اصول الفقه. دي لآل تيميه. المسوده في اصول الفقه كتاب رائع جميل مهم لآل تيميه. يعني ايه لآل تيميه؟ يعني المجد ابن تيميه ووالد الشيخ الاسلام ابن تيميه والشيخ الاسلام ابن ايه؟ ابن تيميه. خدت بالك؟ اشتركوا في هذه الايه؟ المسوده في اصول الفقه، فتسمى لآل تيميه، لآل ايه؟ تيميه عليهم رحمه الله تبارك وتعالى. ويقول ابن نجار او قال ابن نجار الفتوحيل وصاحب كتاب شرح الكوكب المنير. كتاب شرح الكوكب الايه؟ المنير. يقول: يجوز الاجماع عن اجتهاد وقياس وقد وقع وتحرم مخالفته. وقع يعني في اجماعات وقعت ها دليل وايه يجتهد ايه يقياس ويتحرم مخالفه هذه الايه الاجماعات. مثلوا بقى لهذه الاجماعات اللي وقعت بناء على اجتهاد زي ايه؟ قالوا تحريم شحم الخنزير او قياس تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه، قياسا على ايه؟ على لحمه. وقالوا كذلك الاجماع على اراقه سكب اراقه الزيت ونحوه اذا ماتت فيه الفاره قياسا على السم، قياسا على الايه؟ على السم. عندنا اخبارك السم اذا كان في حاله اخبارك دائما وماتت الفاره بيسكب. قال لك الزيت يقاس ايه؟ على السم. طيب وكذلك الايه؟ الاجماع الذي انعقد على امامه ابي بكر الصديق قياسا على تقديمه في الصلاه. قياسا على تقديمه فين؟ في الصلاه. رضيك الله الرسول صلى الله عليه وسلم لديننا افلا نرضاك لدنيانا. سيدنا علي سمعان رضيك ايه الرسول صلى الله عليه وسلم لديننا افلا نرضاك لدنيانا رضي الله تعالى عنه. فقال ده وانعقد الاجماع، والاجماع ده كان قياسا على ايه؟ تقديم ابي بكر فين؟ ليمر ابو بكر فليه فليصلي بالناس. فقالوا هذا التقديم واخد بالك اهو دليل على ان ابو بكر هو المقدم، وبناء عليه قالوا يبقى هو الايه يستحق فهنا وقع الاجماع. قالوا كذلك الاجماع على قتال مانع الزكاة قياسا على الصلاة، قياسا على الايه؟ على الصلاة. خدت بالك؟ وانعقد. طيب ومنعه بعض العلماء، يعني بعض اهل العلم منع من ايه؟ ها؟ من الايه؟ من الاجماع ان يكون مستند الاجماع اجتهادا او ايه؟ او قياسا. منهم مين؟ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وابن تيمية يرى انه لا توجد مسألة ماشي يتفق الاجماع عليها او ينعقد الاجماع عليها الا وفيها نص، الا وفيها نص. يعني نص كلمه ابن تيميه في المجموع الفتاوى يقول:
فلا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس. يعني أنا أعتد بالعبارة دي لأن أحد إخواننا يعني من المتخصصين في الأصول كان ناقشني في هذا الكلام، فطبعا أنا لا أعرف أن ابن تيمية أن ابن تيمية لم يخالف العلماء في هذا، فأتيت له بنص بنص كلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى، وهو يقول فلا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول، بيان من الرسول يبقى دليل ونص، ولكن قد يخفى ذلك على بعض على بعض الناس. والعبارة فيها بقية تانية لم يعني الأخ اللي بيكتب أرسلته إليك اللي بيكتب إلى هذا السطر منها لعلها تثبت. تعال دكتور محمود، تعال تعال لا والله لا تيجي، تعال دكتور محمود أستاذ فقه وأصول، ما ينفع، تعال دكتور محمود والله لا تيجي، تعال اتفضل. طيب كنا بنتكلم فين يا جماعة؟ ها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى ماشي وبنى حكم ده على مقدمات عامة وقواعد كلية منها أو هي قال قال أولا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين أتم البيان، فما من مسألة من المسائل المجمع عليها إلا وله فيها بيان صلى الله عليه وسلم، إلا ولو فيها بيان. ثانيا قال والله شمول النصوص الشرعية وعموم دلالتها على على المسائل والوقائع، يعني مثلا زي مسألة شحم الخنزير، احنا عندنا اللفظ بيقول بتحريم الخنزير بدون تخصيص، يبقى دلالة العموم دي حصل اجماع على هذه الدلالة، يبقى الاجماع ده انعقد على دلالة النص، دلالة النص. احنا عارفين ممكن يحصل خلاف في الدلالات النصوص فيها كلام، بقى هاجي في باب واحنا هنجي في باب الدلالات هتجد تفاصيل كثيرة في هذا الباب، فانت مالك انتبه معي. فيبقى قال لك انا عندي ان النص موجود وله عموم في الدلالة بتاعته، اجمعوا هم على يبقى مستندهم النص، بس هم عملوا اجمعوا على على دلالة دلالة عموم الدلالة، عموم الدلالة يبقى خلاف الكلام عن القياس، القياس ده حاجة تانية زي ما يجي واضح. فبقول لك شمول النصوص الشرعية وعموم دلالتها على المسائل والوقائع، فإنه ما من مسألة إلا ويمكن الاستدلال عليها بنص خفي أو جلي، إلا أن بعض العلماء قد يخفى عليه ذلك النص فيستدل بالاجتهاد والقياس. لكن يجي عالم آخر عنده عمق أو في التعامل مع النصوص ودراسة لنصوص الوحيين فيستخرج الدليل من من نصوص الوحيين، من نصوص الوحيين. طيب ثالثا قال أنه قد ثبت باستقراء موارد الإجماع أن جميع الإجماعات تستند إلى نص شرعي، إلى نص شرعي. طيب هل إجماع أهل المدينة وحده أو الخلفاء الراشدين وحده حجة؟ تعالوا نشوف المسألة، مسألة مهمة جدا، عارفين خدت بالك إن هناك من يذهب إلى ذلك الملك، تعالوا نشوف بقى نناقش الكلام ده. الجواب إجماع أهل المدينة وحدهم ليس بحجة. ليه؟ لأنهم بعض الأمة وليس كل الأمة، والإجماع المعتبر في اتفاق اتفاق الأمة في مين؟ في مين؟ في صورة مين؟ مجتهديها، في صورة مجتهديها. طب وبنقول الأمة ليه؟ لأن الأمة تابعة لمجتهديها، الأمة تابعة لمجتهديها، فالعبرة بكلام المجتهدين مش كلام غيرهم، العبرة بهم. طيب شيخ الاسلام حقق القول في هذه في اجماع اهل المدينه، فقال كلاما جميلا ما ملخصه، والتحقيق في مساله اجماع اهل المدينه ان منه ما هو متفق عليه بين المسلمين، ومنه ما هو قول جمهور ائمه المسلمين، ومنه ما لا يقول به الا بعضهم. تعالى يعني يقول لك والله التحقيق في مساله اجماع اهل المدينه ديت ان منهم من اجماعات اهل المدينه، يعني ما نقدرش نيجي نقول ان الاجماع ده اجماع اهل المدينه وهو ليس حجه كده على طول، لا. طب ما انت لازم تستقرئ وتبحث، ما يمكن اجماع اهل المدينه وغير يعني اجمعهم وغيرهم من العلماء، ففي الحاله دي يبقى ده اجماع صحيح وثابت، صحيح
وبقول كده، بقول بعض اجماعات اهل المدينه ها وافقهم عليه او هم جزء من ضمن من اجمعوا ايه عليه، وهو اجمعهم صحيح، اجمعت ايه الامه عليه، اجماع صحيح ثابت. يبقى ده كده ايه، حجه ولا مش حجه؟ حجه، بس مش عشان انه ايه اجماع اهل المدينه، عشان ايه؟ ان الامه مجمعه عليه ماشي، واهل المدينه جزء من ايه؟ من هؤلاء. طيب قول ومنه اي من بعض هذه الاجماعات المنقوله عن اهل، منه ما هو قول جمهور ائمه الايه؟ المسلمين ماشي، منه بعض اجماعات يقول الجمهور وليست ايه؟ اجماعا، لثبوت المخالف، لثبوت الايه؟ المخالف فيها، فليست اجماعا انما هو قول جمهور. طيب هيبقى ده هنتعامل معاه لانه اجماع ولا ها؟ لا لا نتعامل معه لانه اجماع، نتعامل ان ده قول جمهور، نعم على العلم وعلى الراس، ولكن ينظر في الايه؟ في الادله، ينظر في الايه؟ في الادله، خلاص ماشي. اه ممكن يبقى الجمهور اقرب للصواب لكن ليس على طول الخط، عشان كده ما بخلاف الاجماع، هتقول اجماع واجماع صحيح وثابت خلاص على كده، هو اجماع حجه خلاص واضح ولا يجوز مخالفه. فمنهم ما هو قول جمهور، يبقى انا عندي من 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 اجماعات اهل المدينه ما هو اجماع صحيح وافقهم غيرهم عليه، وهذا حجه، وحجيته لكونه اجماعا، لكونه ايه؟ اجماعا. ومنهم ما هو قول جمهور الايه؟ الائمه. طيب ومنه ما لا يقول به الا ايه؟ الا بعضهم، يعني بعض اللي ليس قول الجمهور، حتى ليس قول الجمهور، وذلك ان اجماع المدينه اربع ايه؟ مراتب. يقول بقى اجماع المدينه، يبقى احنا ابتداء ان بيقول ان ما نقل من اجماعات اهل المدينه ليس كله ايه؟ منه ما هو اجماع بالفعل وافقهم غيرهم عليه، منه ما هو قول جمهور العلماء، منه ما هو قول بعض اهل العلم. الابتداء بقى تفصيل الايه؟ طيب يقول بقى ايه؟ ان اجماع اهل المدينه على اربع مراتب، الاولى ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. بيجري مجرى الايه؟ النقل. ان ده كانه شيء منقول عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، زي الكلام في الصاع. خدت بالك انت ازاي؟ صاع اهل المدينه بيتوارثونه مثلا، نقل مجرى النقل. فهذا مما هو حجه باتفاق العلماء. المرتبه الثانيه العمل القديم بالمدينه قبل مقتل عثمان بن عفان. وده حجة عند جمهور العلماء، لأن الجمهور على أن سنة الخلفاء الراشدين حجة، خدت بالك؟ وما يعلم من اتفاق أهل المدينة وهو عمل قديم على عهد الخلفاء الراشدين ماشي، ما يعلم أن شيئا نقل بهذه الصورة مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي. طيب المرتبة الثالثة قال إذا تعارض في المسألة دليلان، يعني اتفاق، وبيتكلم اتفاق في عهد الخلفاء، عشان واحد يقول طب ما هو حصل حاجات بعض أمور لأبي بكر الصديق أو سيدنا عمر وإيه وكان خلاف النص، ما هو دي ما حصلش عليها اتفاق، دي تم الإنكار عليها وجابوا النص فيها، يعني زي ما شيخ الإسلام نقل هذا في كتاب إيه؟ ها؟ رفع أخبارك الملام عن الأئمة الأعلام. ده كان بمجرد ما ايه مثلا احد الائمه يجتهد في المساله زي كده، الامام ابو بكر الصديق لما قال لا ارى للايه للجده مثلا، واخد بالك ايه، ان لا اجد لها ارثا في كتاب الله، لحد جات له السنه وتراجع عن رايه. الى الكلام لما في حديث الاستئذان وراجع عمر عن رايه ورضوان الله عليه. احنا بنتكلم هنا في الاتفاق، فيما وقع الاتفاق عليه، خدت بالك؟ لا يعلم انهم اتفقوا، ان الصحابه اتفقوا، الخلفاء الراشدين اتفقوا على شيء قبل مقتل عثمان رضي الله عنه، وقع اتفاق لهم ولم يخالفهم فيه احد، خدت بالك؟ وسبق ان هذا الاتفاق فيه مخالفه لايه؟ لسنه او حديث، ما حصلش بالاستقراء، ده بالاستقراء ما ثبتش، واخد بالك؟ ما ثبت، وبناء عليه جمهور العلماء قالوا في الحاله دي يبقى هذا النقد، هذا الاتفاق ايه؟ حجه، قالوا بحجيتي لو كان بهذه الصوره، واضح؟ طيب المرتبة الثالثة إذا تعارض في المسألة ماشي دليلان لحديثين وقياسين جهل أيهم أرجح ماشي، وأحدهما يعمل به أهل المدينة، فده في نزاع بين أهل العلم، يعني مسألة تعارض في المسألة دي إيه؟ دليلان ماشي أو قياسان، جهل أحدهما، واخد بالك أنت إزاي؟ أيهم أرجح؟ ما عندناش ترجيح لأحدهما ماشي، واحد هذين الايه
الدليلين يعملوا به أهل الإيه؟ أهل المدينة كلهم. طيب هل ده يبقى حجة أم لا؟ في نزاع. مذهب مالك والشافعي أنه يرجح بعمل أهل المدينة، ومذهب أبي حنيفة أنه لا يرجح إيه؟ به. ولأصحاب أحمد فيه إيه؟ وجهان. يبقى أنا خد بالك أهو الكلام في المرتبة الثالثة ديت، إن أنا عندي مسألة. المسألة ديت إيه؟ ها؟ تعارض فيها دليلان. تعارض دليلان، دليل عليا ودليل بيعارضه. دليل بيعارض يعني لم 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 يعني لم لم يسلم هذا الدليل من المعارض، لا ده في دليل معارض موجود. دليل ما احنا عندنا، احنا قلنا بنتكلم كلمنا ما قلنا يا جماعه العلم ايه؟ مسائل ودلائل، مسائل وايه؟ مسأله اللي هي المستدل عليها، المستدل ايه؟ ودليل اللي هو ايه؟ دليل على هذه الايه؟ اللي بيستدل به، اللي بيستدل ايه؟ به، مسائل ودلائل. فبيقول مسأله بقى انا عندي حب عليه دليلان، الدليلان دول بقى ايه؟ ما هو لو متوافقان خلاص ما دي خالصه. لكن الدليلان دول متعارضان. الدليلان دول ايه؟ و او قياسان، وقياسان ايه؟ وما عندناش ترجيح لاحد، يعني لم يرد ترجيح مرجح واضح لاحد الدليلين. اهل المدينه بقى بيعملوا باحد الايه؟ الدليلين متفقين. يعني مش مختلفين فيما بينهم. هم متفقين على العمل باحد الايه؟ الدليلين. طيب هذا الدليل بقى يبقى كده حجه ولا مش حجه؟ هنا بيقول لك بقى ايه؟ المساله دي فيها نزاع، دي فيها ايه؟ نزاع. مالك واقبالك والشافعي بيرجحان عمل الايه؟ يعني عندهم من المرجحات، انتبه معي، وده مش هيبقى هنا ان الحجه في ان ده يكون اجماع، لا ده يبقى عنده ده مرجح لاحد الايه؟ الدليلين او احد القياسين. لاحد القياسين، واضح؟ يرجح بعمل اهل المدينه واخبارك ايه؟ ابو حنيفه، وفي وجه عند احمد لا يرجح بهذا، ووجه اخر ان احمد يرجح بهذا. طيب لاصحاب احمد، قصدي وجهان، من كلامي قال اذا راى اهل المدينه حديثا وعملوا به فهو الايه؟ خلاص. والله اذا اهل المدينه ماشي، لان الكلام اللي خدوا بقى الترجيح ده بيقولوا ليه؟ ترجيح اهل المدينه. قال انا عندي هنا دليل على حديث، ها؟ وعندي اجماع اهل المدينه على العمل بهذا الايه؟ فده اعطى هذا الحديث قوه على المعارض ايه؟ له، على المعارض ايه؟ فيبقى ده يفيدني في الترجيح. هيفيدني في الايه؟ احنا عندنا الترجيح يا جماعه بيذهب اليه متى؟ متى؟ ما انت خد بالك، اصل ممكن واحد يقول لي ايه؟ يقول لي طب ازاي اجماع او بنتكلم اتفاق وانت بنقول دليل يعني نص؟ حديث عندي موجود ازاي؟ واحنا معروف ان الحديث ده هو مستند الايه؟ الاجماع، وان عندي الكتاب والسنه ده اصل الاستدلال. خد بالك ان احنا ما بنتكلم هنا، بنتكلم على الاجماع على دلاله النصين. دلاله، لان انا عندي النص ممكن يبقى نص آية أو حديث، ماشي؟ ممكن يبقى هذا النص، هذا الدليل، عايزك تفرق بين كلمة نص بمعنى آية أو حديث، وكلمة نص بمعناها الدلالي اللي هي في أدلة الألفاظ. لأن عندي كلمة نص تيجي بمعنى ممكن إيه؟ أما أقول إيه؟ ورد بذلك النص، يعني آية أو حديث، ماشي؟ وممكن عندي إيه؟ ها؟ أقول بقى إيه؟ وهذا نص في المسألة. فالنص في وممكن برضه نص تحتمل الاثنين، يعني نص في المسألة تحتمل النص ده، إن وممكن نص الدلالة. أنا عندي بقى الدلالة النصية في باب الدلالات، يقصد بالنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. إلا معنى إيه؟ واحدا. وده كده خلاص، ما فيش محتمل زي إيه؟ زي الحاجات اللي فيها الأعداد. صيام ثلاثة إيه؟ ما تقولوش بقى واحد يقول لي لا ده في أربعة وفي اثنين، لا السلام عليكم، ده لا يحتمل إلا الثلاثة، لا يحتمل لا يحتمل لا زيادة ولا نقصان. خدت بالك معايا إزاي؟ لكن عندك في الحدود، ليه الحدود؟ عشان لا يجوز لا زيادة ولا النقص، ليه؟ ها؟ لأن قال 100 جد، ال 100 ينفع 101 تنفع 99 لا تحتمل. وده اللي خلى في نزاع وقع في حد في الخمر، في حد الخمر. قال لك أنا ما عنديش نص بيقطع بال 40 وعندي ايه؟ ال 80 اجتهاد من ايه؟ ولو كان في نص يقطع من 40 كانت خلاص انتهت، ما كانش ينفع سيدنا عمر يزيد ايه؟ يزيد عليهم 40. خدت بالك معايا ازاي؟ نقاش وحوار. فنص يعني لا يحتمل الا معنى ايه؟ وياتي بمعنى الظاهر اللي هو انا عندي اللفظ محتمل معنيين احدهما ارجح من الايه؟ من الاخر. والمؤول المعنى المرجوع. هتجينا في دلالات الالفاظ. طيب يبقى انا عندي هنا هيبقى الكلام فين بقى؟
هنا اتفاقهم هنا على الايه؟ ها؟ على المدلول، على المعنى، مش على كلمة الايه؟ وده كله يحتاج شغل تاني. هنا شغل تاني في في في, في يعني مش مجرد ده، ودي دي النقطة اللي بنقول دايما ايه؟ إن بعض الناس لما يخرج عليك النار زي بعض الايه؟ بعض الناس المداخلة وغيره، أو بعض الشباب اللي عنده لسه حداثة عهد، ولا يقول لك ايه؟ لا ده أنا عندي في ذلك نص، عندي في ذلك آية، وهو لم يدرس أصول الفقه. فتبقى طب ما هو ماشي، انا ما قلتش الفكره، بس دلاله النص دي هل دلاله نصيه؟ هل دلاله ظاهر؟ دلاله مؤول في تفصيل. خدت بالك؟ عشان كده بقول احنا ممكن يكون النص قطعي الثبوت، ها؟ ظني لا، ظني الدلاله. يحسن بقى الدلاله دي لو في اجماع على ايه؟ على معنى من ايه؟ اي من المعنيين، ده اللي بيكلمك. يبقى كده ايه؟ يبقى عشان كده ما بقول لك انا عندي نصين، نص ومعارض له على مسألة، دليلان، الدليلان ده دليل واحد بيثبت المسألة ودليل بينفيها، متعارضة، والدليلان ايه؟ صحيحان. ما لو واحد ضعيف والتاني خلاص ايه؟ طيب اول حاجة بنعملها ايه عند تعارض الادلة؟ ها؟ الجمع. وزي ده هتجيبه في الاخر بقى ان شاء الله في تعارض الادلة، واخد بالك؟ الجمع بين الايه؟ اذا امكن الجمع بين الادلة تحتم المصير اليه. يبقى ليه بقى؟ لان الجمع فيه اعمال لكل الادله، اعمال لكل ايه؟ الادله. طب واذا تعارضت لم يمكن الجمع، نذهب للترجيح. نذهب ليه؟ شوف بقى الترجيح ده اللي بالمنطوق وده اللي بالمفهوم، اخبرك انت ازاي، او ده دلالته ايه؟ نصي ولا محتمله. في لو ثبت يعني ايه؟ المراجعات كثيره، المراجعات ايه؟ يعني اي نوع من الايه؟ من الترجيح عندي انظر في الايه؟ في المرجحات. اذا تعذر الايه؟ تعذر الجمع. ما هو النظر في يعني تعذر التعارض الكامل، ينظر في في في, في, في التاريخ. ماشي، ما دي احد الايه؟ الكلام. هل احد دي النسخ اولا قبل الايه؟ قبل الدخول في الترجيح. ان انا عندي بينظر في تاريخ احد الدليلين. والله ده اول وده متاخر. بس ثبت تاريخ احدهم، ده قبل الثاني. ده دليل كان في وجدها بعديه متراخ بعديه، يبقى كده ده ناسخ للذي قبل. اذا تعذر الايه؟ الجمع. اذا ثبت التاريخ. طب لم يثبت التاريخ يبقى الترجيح موجود الترجيح الاخر، ده موقف فعل. يثبت الترجيح موجود الترجيح الاخر. يبقى انا عندي ده بننظر في الايه؟ يبقى هو موجود نص، بس مش معنى النص ده عندك سالم من المعارض. عشان كده دكتور محمود لو كلامكم في الفقه المقارن، ايه معنى فقه مقارن؟ ها؟ بيدرسوه في كليه الشريعه في الازهر. ماشي، والناس تطلع النهارده عايزه انا معتمد المذهب والمذهب والمذهبيه يعني، حتى بعد ما الناس قطعت شوط في العمل بالدليل، لا عايزين يرجعونا للصفر، عصر الجمود المذهبي، والغريب ان يدعوا السلفيه، فده اغرب الغرابه. خدت بالك؟ ايه الفقه المفروض المقارن؟ عندي المساله كذا، قول هنا وقول هناك، وده قول الشافعيه، قول الحنابلة، بيحصر الاقوال في المساله، يجيب الاقوال الموجوده، ثم دليل كل ايه؟ قول، ثم وجه الدلاله في ادله كل قول، ثم بينظر بقى لحد ما ياتي للقول النهائي اللي عنده ادله سالمه من الايه؟ من المعارض. يبقى ده القول اللي ايه؟ بيرجحه، سالمه من الايه؟ دليله سالم من المعارض، لان طول ما انت ماشي كده في ادله بيستدل بقى. ايوه، لكن مع وجه الدلاله ومناقشات اللي هي بيسموها مناقشه الدليل، هيسقط الاستدلال، هيسقط الايه؟ هتناقش ويسقط لحد ما تصل لدليل سالم من المعارض. ده امر مهم جدا يا جماعه في دراسة الفقه. عشان كده المسألة ما هياش دراسة الأصول في غاية الأهمية، ما هي في غاية الأهمية. وإلا تقول لي أنا راجل بقى الأثري في زمانه زي بقى الإيه اللي بعده زي وعملت بدون دراسة الفقه النص الفقه فيه، بدون دراسة ونظر، وتأتي بقى وتتطاول على العلماء لا ده كلام مرفوض طبعا. أنت كده ماشي بجاهل، كلامك غلط. لازم تدرس العلم الخادم الذي يعينك على فهم الأدلة والنظر فيها طيب، فهنا بقولوا فهنا اتفاق أهل المدينة على الدليل ده يرجحه على ده. طبعا لو ما فيش عندي تاريخ، ما لو في تاريخ في نسخ ومنسوخ خلصت، ما فيش تاريخ، ده من المرجحات. يعني كأنهم جعلوا كأن هذا القول جعل اتفاق أهل المدينة على العمل بأحد الدليلين مرجح لهذا الايه؟ الدليل على غيره، على غيره. طيب يقول المرتبة الرابعة فهي العمل المتأخر بالمدينة، فهذا هل هو حجة شرعية يجب اتباعه أم لا؟ دي آخر مرتبة بقى،
بل عندي ثلاث مراتب في الكلام عن إجماع أهل المدينة. أربع مرات، ثلاثة مضت، أربع مرات. من الأولى قلنا الإيه؟ ها؟ أيوة، المرتبة الأولى قلنا إن إجماع أهل المدينة مع غيرهم، فده كده خلاص، وده كده إجماع، مفيش فيه كلام. ماشي، قلنا الثانية إيه؟ ها؟ أيوة، اللي هو على اتفاق الصحابة لحد مقتل عثمان، الخلفاء الراشدين مع الصحابة. يعني طبعا عمل الخلفاء الراشدين والصحابة قرروهم ولم يوجد مخالف. ده جمهور العلماء ذهب إلى حجياته، إلى إيه؟ حجياته. الإيه؟ المرتبة اللي بعد كده قلنا إن هي إيه؟ تعارض إيه؟ مسألة دليلان، دليلين في مسألة اتفق أهل المدينة على العمل بأحد الإيه؟ ودي قلنا وقع نزاع، ما خبالك أنت مالك والشافعي بيقول به، أبو حنيفة خبالك لا يرى ذلك، وعندنا وجهان لأصحاب أحمد أحدهم يوافق. طيب المرتبة الرابعة هي العمل المتأخر بالمدينة، فهذا هل هو حجة شرعية يجب اتباعه أم لا؟ فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس الحجة إيه؟ دل عليه القول الراجح والمعتبر أنه ليس الحجة شرعية، وده مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، وده قول المحققين من أصحاب مالك نفسه رحمه الله، وربما جعله حجة بعض أهل المغرب من أصحابي. لما مالك معلوم أنه إن حصل له مذهب وقلوا انتشار واسع فين؟ في المغرب، ابن عبد البر وغيره وغيره، خد بالك الائمه وابو بكر من العربي والى الان مذهب الامام مالك منتشر في الايه؟ في المغرب، شرا واسعا في المغرب، خدت بالك؟ فيقال من بعض بعض يعني المغاربه من اهل من اصحابه راوا انه ايه؟ حجه. ماشي، وهو في الموطأ انما يذكر الاصل المجمع عليه عندهم، فهو يحكي مذهبهم، وترى يقول الذي لم يزل ايه؟ لم يزل عليه اهل العلم ببلدنا. يعني بلدنا يقصد بلاد الايه؟ طيب، واذا تبين ان اجماع اهل المدينه تفاوت فيه تفاوت مذاهب جمهور الائمه، علم بذلك ان قوله اصح اقوال اهل الامصار. ماشي، اصح اقوال ايه؟ روايه ورايا، وترى يكون حجه قاطعه اللي هو نون انه موافق لاجماع الاخرين في اجماع. ماشي، وترى حجه قويه اللي هو نون ها؟ اللي هو فيه الخلفاء الراشدين على انه مخالف مع اقوال. طيب، وترى يكون مرجحا للدليل اللي هو ايه؟ اتفاق اهل المدينه عند تعارض الايه؟ ايوه، وهذه الخاصيه ليست ايه؟ لغيرهم من ايه؟ من امصار الايه؟ يعني فعلا لهم، ولكن ليس ايه؟ يبقى لا يصح ان احنا ايه؟ نطلق القول بان اتفاق اهل المدينه حجه ايه؟ ملزمه، ولا برضو يصح القول بالايه؟ ها؟ بالنفي. انما الصواب ان احنا نعمل ايه؟ ها؟ ايوه، تفصيل القول على نحو ما فعل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. طيب، ما هي الاحكام المترتبه على الاجماع؟ ما هي الاحكام المترتبه على الاجماع؟ الجواب يترتب على الاجماع اذا ثبت احكام عديده. منها يا جماعه، اولا وجوب اتباعه وحرمه مخالفته. وجوب ايه؟ طب الاجماع نون ده؟ ده الاجماع الصريح القولي. اتفاق نقل اتفاق قول المجتهدين، واضح؟ لكن الاجماع السكوتي قلنا فيه ايه؟ كان فيه تفصيل وفيه نزاع من اهل العلم في حجيته كما ذكرنا. يبقى انا عندي الاجماع اذا ثبت هذا الاجماع وكان اجماعا قوليا صريحا، ها، في الحاله ديت ايه؟ ها؟ وجب اتباعه. اجماع حجه ملزمه. وذلك منهج التلقي عندنا اهل السنه والجماعه القران والسنه والاجماع والقياس الايه؟ الجلي. والقياس الايه؟ الجلي، واضح؟ يبقى انا وجب اتباعه ولا يجوز مخالفته. لدرجه احنا قلنا ايه؟ ها؟ انه لا يجوز لاهل الاجماع انفسهم مخالفه ما اجمعوا ايه؟ عليه. يعني اتفقوا، بعدما يتفقون لا يجوز لاحدهم ان يخالف ما ايه؟ ما اتفقوا عليه، ماشي؟ طيب، ولا يجوز لمن ياتي بعدهم ان ايه؟ ان يخالف اجماعه. خلاص، ده في اجماع. طيب، وده معنى كون الاجماع حجه. يقول ابن تيميه رحمه الله: اذا ثبت اجماع الامه على حكم من الاحكام لم يكن لاحد ان يخرج عن اجماعهم. لم يكن لاحد ان يخرج عن ايه؟ اي اجماعهم. ثانيا، ان هذا الاجماع حق وصواب ولا يكون خطأ. اذا ثبت الاجماع الصحيح القولي، ها، يبقى ده حق ولا مش حق؟ لان الامه ايه؟ ها، معصومه بمجموعها، فلا تجتمع على خطأ، يبقى ده حق. وعليه فلا يمكن ان يقع اجماع على خلاف نص ابدا. لا يقع اجماع على خلاف ايه؟
نص أبدا، واضح؟ طيب، إلا إذا كان هذا النص إيه؟ منسوخا. إلا إذا كان هذا النص إيه؟ منسوخا. يقول ابن القيم محال، محال أن تجتمع الأمة على خلاف نص إلا أن يكون له نص آخر ينسخه. نص آخر إيه؟ يبقى هم يجمعوا على النص إنه يبقى مستند الإجماع هون الناسخ، الناسخ لما صارت منسوخ. طيب، ولا يمكن أيضا أن يقع إجماع على خلاف إجماع سابق. لا يمكن أن يقع إجماع على خلاف إيه؟ إجماع سابق. واضح؟ طيب، من الأحكام المترتبة على الإجماع إذا ثبت أيضا كفر منكر الإجماع المعلوم. الإجماع الثابت إيه؟ ها؟ المعلوم الثابت، الإجماع الصريح الثابت المعلوم. انتبه، يقول ابن تيمية رحمه الله: والتحقيق أن الإجماع المعلوم، يعني معلوم إيه؟ إجماع قولي صريح صحيح ثابت، يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه. وأما النص هون بقى الدليل اللي عندك ولا يحتمل إلا إيه؟ إلا معنى واحدة. قال ده كده بيكذب النص، ده بيكذب الايه؟ النص. واضح؟ طيب، واما غير المعلوم فيمتنع تكفيره. يعني عالم بينقل اجماع، بس الاجماع ده لم نتيقن من ثبوته، او هذا الاجماع ايه؟ خدت بالك؟ قلنا في بعض يعني في بعض من يخالف، او يعني ليس اجماعا معلوما ولا قوليا ولا ثابتا ثبوتا قطعيا، مش ثابت. جاء احد العلماء خالف هذا ما نقدرش نكفر، او احد الناس خالف هذا ما نقدرش نقول ايه؟ ان ده كافر. ايوه ماشي، ان احنا نقول ده نقول له يعني يرجع، وده طالما ما عندكش الا اذا كان عنده دليل او في عنده الثابت المخالفه للاجماع او الى اخره. ودي كان من الاخطاء اللي وقع في بعض اهل المذاهب مع شيخ الاسلام ابن تيميه لما زعموا انه ايه؟ بعضهم راح اطلق اللسان طبعا فيه بتكفير او تضليل، ايه؟ قال لك ده خالف الايه؟ الاجماع، اجماع يعني خالف الطلاق الايه؟ في طلاق. واخد بالك انت الثلاث انه قال واحد وخالف الاجماع ليه يا عم؟ ده هو مع النص، معاه الايه؟ النص. خدت بالك؟ وده لم يكن اجماعا صريحا، يكون اجماعا ايه؟ ان الثلاث كان عاده ابي بكر وايه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدر خلافه عمر بتعد واحد. يبقى ممكن سيدنا عمر فعل هذا تعزيرا، فعلوا ايه؟ تعزيرا لما الناس توسعوا فيه او كذا وكذا، لكن مش ده معناه اجماع. لكن عنده النص. وبالعكس دلوقتي اصبحت الامه تكاد تكون كلها ايه؟ كل ما على ايه؟ على قول ابن تيميه هذا. خدت بالك؟ او يجوا مثلا يقول لك ايه؟ ورضا ابن تيميه، وده هذا مكتوب في كتب قراته بنفس الوقت. لك ضال لانه خالف اجماع الائمه. طب ما هو الاجماع من اربع جمهور، مش ايه؟ مش اجماع بمعنى الاجماع الاصطلاحي. وحصل بقى ناس وقعوا في شيخ الاسلام ورد عنه العلماء ودول. خدت بالك؟ وصل للقلب في رد عليهم ناصر الدمشقي في كتاب اسمه الرد الوافر على من زعم ان ابن تيميه شيخ الاسلام ايه؟ كافر. وده شيخ الاسلام امام له مكانته رحمه الله رحمه واسعه. طيب نكمل يا جماعه، بنقول اهو. طيب يبقى احنا عندنا ايه؟ رابعا ان الاجماع قد يجعل ايه؟ يجعل الدليل المجمع عليه قطعيا بعد ان كان في الاصل ايه؟ ظنيا. خدت بالك؟ زي دلاله ايه؟ دلاله ظنيه الايه او حديث. ثم اجمع العلماء عليها اجماع ايه؟ صحيحة. اصبحت الدلالة دي ايه؟ قطعية. بالاجماع عليها صارت ايه؟ قطعية. خدت بالك؟ بعد ما كانت ظنية. ماشي؟ او حديث احد واجمعت الامة على ايه؟ على العمل به. خدت بالك؟ على قبوله والعمل به. الاجماع ده خلى ايه؟ ها؟ ها؟ ايوه سبب للترجيح، يقدم الايه؟ النص المجمع عليه هنا ده ويقدم ويعمل به خلاص. عشان كده بنقول لما بنتكلم في حجيه احاديث الاحاد، حجيه احاديث الايه؟ الاحاد. ايوه هي احاد. طب المخالف ضل مضل ليه في كده؟ بنقول لان الامه اتفقت على حجيه الايه؟ على 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 العمل باحاديث الايه؟ في العقائد والايه؟ فهنا اصبح اتفاق العلماء ده بيها المخالف كده ضال. المخالف كده ايه؟ ضال لهذا الامر. لان ما فيش من اهل السنه والحديث لم يثبت عن احدهم خلافه ايه؟ خلافه هذا. زي ما قال الامام الشافعي في الرساله
وابن حزم في الاحتياء وغيره من العلماء. خدت بالك معايا ازاي؟ على وجوب، يبقى احنا الاجماع منعقد او الاتفاق منعقدين عليه وجوب العمل باحاديث الايه؟ ها؟ ايوه. يبقى انا عندي ممكن الحديث ده ماشي يا عم، انا ما اختلفتش. ايه؟ انت بتقول لي ان هو ملوش ايه؟ خدت بالك؟ مش نفس الايه؟ حكم المتواتر في الايه؟ لكن وجوب العمل به يفيد الايه؟ هذا الوجوب، الاتفاق على الوجوب ده يفيد العلميه. اللي هو جزئيه اتفاق على وجوب العمل بالايه؟ العمل باحاديث الاحاد. عمل باحاديث الايه؟ الاحاد. طيب. بعد كده عندنا يا جماعه اذا اختلف الصحابه على قولين، فهل يجوز لمن بعدهم احداث قول ثالث او الاجماع على احدهما؟ صحابه اختلفوا في مساله على قولين، مفيش ثالث. يجوز بقى حد بعدهم يحدث قولا ثالثا؟ ها؟ او العلماء السلف بعد الصحابه التابعون او تابعوا التابعين عندهم المساله في ايه؟ قولين لا ثالثه؟ طيب هل يجوز لمن ياتي بعدهم ان يحدث قولا ثالثا في المساله؟ تعال نشوف. اذا اختلف الصحابه، الجواب اذا اختلف الصحابه على قولين فلا يجوز لمن بعدهم احداث قول ثالث يخرج عن قوليهما هذين. قول ثالث يخرج عن القولين لا يجوز، لان في ذلك نسبة الأمة إلى ضياع الحق والغفلة عنه، وهذا باطل قطعا. هيبقى الحق منحصر في القولين، مفيش إيه؟ قول ثالث، القول بالوجوب، قول بالاستحباب مثلا. منقول عن العلماء عن السلف مثلا في النقاب إيه؟ قولين، قول بالوجوب وقول بالإيه؟ بالاستحباب. ينفع بقى يجينا واحد يقول لك تحريم النقاب؟ زي الراجل اللي كان عامل كتاب اسمه تذكير الأصحاب بتحريم النقاب؟ ده هو انت مخزول من العنوان، انت جايبه من ايه؟ مسألة ما فيش الا قولين ليس لك، انت جايب قول ثالث، ده كلامك ضلال مبين وانحراف. ليس لك، رجح من القولين. رجح ايه؟ القول بالوجوب، ماشي عم. رجح القول بالاستحباب زي عمل الشيخ الالباني على عينه وعلى راس. ما حدش خلاص، لك ان ترجع احد القولين عن طريق النظر في الأدلة وجمع ما فيش مشاكل، لكن تأتي بقول ثالث ها؟ يقول لك إيه؟ ده أنت كده بتبتدع، كده كلامك باطل. قطعًا. يعني يكفي رد كلامك، مش هنحتاج نتعب في الرد على الكلام. يكفي في رد من يحدث قولًا ثالثًا، يكفي في رده أن تقول إن هذا إيه؟ أي قول محدث فيه مخالف لما ورد عن سلف الأمة. هم لم يقولوا الا بقولين فليس لك يبقى الثالث ده خلاص، مش محتاج نتعب دماغنا في رد. واضح يا جماعه؟ طيب، اما احداث، خد بالك بقى من فرق بقى، يبقى انا عندي احداث قول ثالث. ها ينفع؟ خلاص. طيب احداث تفصيل لا يرفع ما اتفق عليه القولان. يعني ايه؟ واحد فصل بقى في احد القولين وجاب ادله ما ذكرهاش الذين سبقوا. هي نقول له انت كده غلطان؟ لا، طالما ما خرجش عن القولين ايه؟ مفيش مشكلة في هذا. ليه؟ وارد جدا ان فيه دليل لم يطلع عليه الايه؟ من ذكر او العالم او بعض العلماء. الحديث كان لم يكن صحيحا ايه؟ لدى من ايه؟ من تكلمه. بعد كده ظهر الطرق للحديث رفعت وخلت الحسن الحديث ده حسن لايه؟ لغيره، انجبر. فاستدل به هذا الايه؟ المستدل. مفيش مشكلة في هذا. مش مشكلة في ده. ما دام ما خرجش لم يخرج عن القولين يبقى ما فصله أو ما ذكره من أدلة لم يستدل بها السابقون ده جائز وليس فيه إيه؟ مشكلة. ماشي؟ ده مش داخل في 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 نزاع في كلامنا هنا. ماشي؟ لأن الاطلاع على جميع الأدلة ليس شرطا في معرفة الإيه؟ الحق. إذ يمكن معرفة الحق بدليل إيه؟ واحد. يعني ممكن يكون العلماء هم اللي رأوا هذا الرأي أحد القولين هو اكتفى باللي انت لم يسرد ايه؟ لانه لا يشترط في معرفه الحق ان يستقصي صاحبه جميع الايه؟ الادله. لا يشترط هذا. هو يكفي ان يذكر دليل او دليلين او ثلاثه على ايه؟ على ما ذهب اليه، على ما ذهب ايه؟ اليه. وده ما فيش نسبه الامه الى الايه؟ الى تضييع الحق، بخلاف مساله احداث قول ايه؟ سهل، لان هو جايب الكلام منين؟ طب هو جايب الدليل منين؟ ما من كلام العلماء والحديث اللي رواه أو الأقيسة اللي ذكروها أو ما خرجش عن هذا يعني. طيب كما لا يجوز إحداث قول ثالث لا يجوز لمن بعدهم الإجماع على
احد الايه القولين، لان في انعقاد هذا الاجماع نسبه الامه الى تضييع الحق والغفله عن الدليل الذي اوجب الايه الاجماع. لان احنا قلنا الاجماع له مستند ومستند دليل، واحنا ما كانش فيه اجماع يبقى الامه كانت غفل، بعضها غفل عن الايه عن مستند هذا الايه، وده ما ينفعش في حق الايه الامه. طيب فلا يصح انعقاد اجماع يخالفه بعض الصحابه، لان المسائل على نوعين. ماشي، يبقى عندي لو في قول يعني ده كلامنا في الصحابه ان في صحابي ذهب مذهبا ما، يعني اذا المساله مش منحصره في ايه في قول واحد ما عنديش إيه. طيب ويجي واحد بقى يجيب اجماع يقول اجماع والاجماع ده مخالف لبعض اقوال الصحابه، نقول له ايه؟ لا يصح هذا الاجماع. واضح؟ طيب، لان المسائل على نوعين، نوع للصحابه فيه قول او اقوال، فيجب في مثل هذا النوع اتباع ما عليه الايه الصحابه من اجماع واختلاف، من اجماع وايه واختلاف. عشان كده بنقول في الاختلاف يسعنا ما وسع الصحابه، او السلام رضي الله عليه، يسعنا ما ايه ما وسعهم اجماعا واختلافا. واضح؟ طيب، الخطيب البغدادي بوب بقوله في كتاب الفقيه والمتفقه باب القول في انه يجب اتباع ما سنه ائمه السلف من الاجماع والخلاف، وانه لا يجوز الخروج ايه عنه، لا يجوز الخروج ايه عنه. والنوع الاخر، عشان كده لما بنيجي النهارده دي تفيدك في ايه؟ الجزئيه اللي احنا ذكرناها دي، ان اذا ورد خلاف السلف في مساله على قولين، ها، لا يجوز انك تدعي اجماع على ايه؟ انعقاد اجماع على احدهم. ده يرد على مين؟ المداخل في مساله الخروج على الحكم الفاسد. طب ايه كمان؟ ها؟ والسروريه في مساله الاتفاق على ايه؟ الاجماع على كفر تارك المباني الايه؟ الاربعه. ازاي والاختلاف والخلاف مشهور بين السلف؟ ما انت ركز، اربط الكلام بعضه ببعض عشان تقدر المسائل تتضح لديك. ها؟ عشان وانت ماشي كده ايه؟ ها؟ تشكل لديك الايه؟ ما انت عارف. ما يجي السروريه اليوم ويزعمون ان 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 الامه مجمعه وان هناك اجماع زي بورصه فرحان وغيره على كفر تارك المباني الايه؟ الاربعه، ويرمون المخالف في هذا ليقول بثبوت الخلاف في هذا بانه مرجئ زي ما بيعملوا مع الشيخ الالباني او غيره. كلام ضلال، لان ده الخلاف ثابت مشهور. يا راجل ده الخلاف منقول عن الامام احمد نفسه، ده شيخ الاسلام ابن تيميه نقل عنه في كفر تارك الصلاه خمس روايات في كتاب الايمان، منها روايه يوافق الجمهور فيها، ونقل الخلاف واثبته النووي، ونقل الخلاف ابن رجب الحنبلي وغيره وغيره وغيره. وبعدين هو في اجماع، ما فيش الشافعي ها او مالك اجماع، ده ايه الاجماع ده عامل ازاي؟ كلام في غايه البعد، غايه البعد، عشان انت واخد بالك كويس قوي. وذلك بفضل الله عز وجل مزايا الدعوه السلفيه ان لما حررت الفقه الخلاف، خدت بالك؟ ها؟ يعني فعلا كان هذا التحرير يعني فتحا من الله عز وجل فعلا في هذا الباب. انتبه معي اني انا عندي اذا خلاص الواقع يسعون ما وسع السلف. عايز يا عم ترجح، رجح اي واحد الاقوال الموجوده مع اثبات الايه؟ ها؟ الخلاف مع اثبات الايه؟ ولذلك كان الشيخ ابن باز عليه رحمه الله، وده الفرق بين العلماء الاكابر وبين ما ابتلي به من الناس في زماننا، كان لما يجي يتكلم في مساله ترك الصلاه يقول ايه؟ في اصح قولي اهل العلم. شوف قولي ايه؟ يعني المساله فيها خلاف. الشيخ ابن عثيمين حتى انا بجيب لك اللي هم المرجحين التكفير. الامام ابن القيم نفسه في كتابه حكم ترك الصلاه، مع انه بذهب لتكفير ترك الايه؟ الصلاه. لكن اثبت الايه؟ الخلاف. اثبت الخلاف. طبعا الراجح على انه كفر دون كفر، هذا هو الراجح. طبعا عشان الاسلام بزاد تفصيل لحديث الشفاعه واخبلك وحديث عمر بن الصامت وغير ذلك. طيب، والنوع الاخر من المسائل هو المسائل الحادثه. يبقى انا عندي اللي كان في عهد الصحابه في اجماع في اختلاف، يبقى لا نخرج عن ايه؟ لا عن اجماعهم ولا عن ايه؟ اختلاف. طيب، النوع الاخر من المسائل هو المسائل الحادثه بعد الصحابه، والتي لم ينقل فيها للصحابه كلام. ففي مثل هذا النوع يجوز لمن بعدهم الايه؟ الاجماع، ويجوز لهم الاختلاف في اطار الدليل الايه؟ الشرعي، بس ده مش ايه؟ من بعده. ولاجل ذلك كان الموقف الصحيح من اختلاف الصحابه هو التخير من اقوالهم بالدليل،
واعتبار هذه المسألة التي اختلف فيها الصحابة من مسائل الاجتهاد التي اخبالك ترد إلى الدليل اللي وقع فيها خلاف ايه؟ بين الصحابة. قال ابن تيمية فإنهم يعني سلف الصحابة أفضل ممن بعدهم من الصحابة الله عليهم كما دل عليه الكتاب والسنة، فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم، ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم، وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوما إجماع الصحابة، وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم، فيمكن طلب الحق في بعض أقوالهم ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على إيه، أو يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه. إذا ظهر دليل على خلافه خلاص إيه؟ خلاص هو الخطأ، وده ثبت في بعض اجتهادات الصحابة بل أكابر الصحابة لما اجتهدوا جالهم الدليل رجع عن إيه؟ عن اجتهاداتهم خلاص، بس يكون ثبت الإيه؟ أيوة خطأوا بالإيه؟ بالدليل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.